هل يجوز أن يمتد عقد الإيجار لشخص أجنبي؟ تمام، شوفي زي ما اتفقنا يمكن الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها عن بعض الحالات اللي هي موجودة ولم تستخدم نظرا للظروف، زي ما قلنا اللي عنده بيت مكون من أكتر من 3 وحدات من حقه يطرد. القانون ده موجود من زمان جدا بس الناس ما فعلتهوش، أو الناس مش واصل لأذانها أو لمعلوماتها، الناس الطبيعية مش طبعا، نظرا لان مفيش الحالات دي ظهرت الا دلوقتي لما ظهر في مجتمعات عمرانيه وناس بتشتري و الامور دي كلها. في حالات من للطرد انا شايف ان الناس مركزه في حالتين، الراجل يمتدله ما يمتدلوش، احنا نغير النشاط ما نغيرش النشاط، ودي حالات هي دي الصعبه. لكن عندنا حالات كتيره، على سبيل المثال الحاله اللي قلناها المسكن، على سبيل المثال حالات من حالات التانية، لو حضرتك حصل فعل فاضح في 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 مسكن، يعني حضرتك شخص تمام بيتعمد يخرج بملابسه الداخلية في البلكونة، ده قانون على فكرة تمام، ده فعل فاضح، هذا يستوجب الطرد. تخيلي بقى حضرتك، عمر ما حد خد باله من حاجة زي دي ولا حاول يرفع قضية زي دي يستوجب فيها الطرد، لان القانون هنا بيتكلم على الاداب العامه. شخص عاكس بنت الجيران في عماره وثبت ده بحكم، ده يستوجب الطرد حتى لو ابن المستاجر. يعني الناس دايما مركزه، شوفي يمكن واحد يقول لي طب منفتح ليه؟ لان القانون ضيق، وفي ناس تحس انها يعني مظلومه جدا في القانون ده، انه بيتها وحياتها وهي شخصيا مش عارفه تقعد ابنها في شقه زي اللي واحد واخدها منه ومستاجرها ب5 جنيه. احنا بنتكلم على الحالات اللي هي الامتداد للعقد الايجار اللي هو المسمى بتاعه عقد ايجار قديم، صح كده؟ صح ككلمه امتداد اللي بيتكلم فيه دلوقتي كده ايجار قديم. تمام، فالايجار القديم دايما انت عارف ان هو المشكله، ان ازاي نطرد. فاحنا بنفتح الباب للي عنده اخطاء كمستاجر ياخد باله هو ما يعملهاش، والمالك لو وجد فرصه حقه. انا دايما مع يعني شايف ان القانون، قانون الايجارات عامل مشكله للناس جامده قوي، لاصحاب البيوت انهم حاسين انهم حاجتهم مش عارفين ياخدوها وما فيش حل. يعني فده حل زي ما بقول لك حضرتك. عندنا نرجع بقى للسؤال اللي حضرتك سالتيه، الاجنبي في مصر ليه حكم غريب جدا برضه الناس مش واخده. يعني مثلا تلاقي حضرتك واحد مستاجر اجنبي اجر منك واقامته انتهت، تطرده على طول، تطرده على طول حتى في القانون القديم. احنا ما بنتكلمش على الجديد على فكره، احنا ما بنتكلمش في دي، على الجديد. يعني تلاقي واحد ساكن اجنبي وملوش اقامه في مصر، حقك تطرده. كويس، دي حاجه برضه الناس مش واخده بالها، ان هو لان وضع الاجنبي يختلف عن وضع المصري. الاجنبي يختلف وضعه، لو اجنبي اقامته انتهت داخل جمهوريه مصر العربيه وهو مؤجر ومالوش اقامه اطرد يا فندم. اجنبي مالوش اقامه وقفل شقته، تلاقيهم ايه، الاجانب كانوا ساكنين في حتت حلوه جدا في مصر، ممكن يبقى صاحب البيت الاجنبي سافر وقفل شقته النهارده لغايه النهارده وبيبعت له الاجره عن طريق حد من الجيران او عن طريق محامي او والاجنبي ده يطرد من بكره. انت ليه قاعد مستني؟ فوضع الاجنبي اذا كان الاجنبي ده اقامته انتهت في مصر يطرد. توفى الاجنبي، اقامته ما انتهتش، كان قاعد والاقامته شغاله وحصل له حاله وفاه. تمام، لو الاجنبي ده متجوز مصريه يمتد لها، لو متجوز اجنبيه يطرد، ما يمتدش ليه؟ ما يمتدش. طب هنا حاله الامتداد بتكون مذكوره في العقد اللي هو في الاول خالص؟ لا، لا يعني ده قانون اللي بيقول كده، مش ده قانون، يعني العقد مش لازم حد في البدايه خالص يكتب مثلا ان هو لو مستاجر شقه يكتب ان هو ايه، انا مقيم فيها، يكتب اسمه ويكتب اسم زوجته ويكتب اسم ولاده والبطايق، مش لازم. لا لا خالص. تمام، خالص على القديم ولا على الجديد؟ على الجديد. لا الجديد حاجه تاني. تمام، لو عايزنا نقولها نقولها يعني، لكن نقول القديم بقى مش محتاج يكتب اسمه، مش محتاج يقول انا اجنبي، هو جنسيته كذا. استاذ احمد لحظه واحده، هو اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه ده كان على القديم، حتى على الاجنبي؟ ازاي؟ زي ما هو قانون،
يعني لو في يعني هو أجنبي في حد اجنبي باجر ايجار قديم لحد النهارده. اه يا فندم. ايوه في الزمالك وفي مناطق كل الاماكن ده بقول لك في الاماكن الراقيه والاديه هتلاقي اجنبي. ده المشكله ايه؟ ممكن لو هو مش عايش انت ما تعرفش انك واجب تطرده. وممكن يبقى اصلا رجع بلده تاني وقاعد وبيبعت لك الاجر، لا اطرده. حتى يعني مش محتاج الكلام ده يتكتب في عقد. لا يا فندم. انه من حقه يسترجع شقته في حاله القانون مفترض العلم بيه. يعني مش ضروري اكتب في العقد انه لو اجنبي لان ده القانون اللي بيقوله، يعني انا لو كاتب خلاف ده في العقد كلامي وكلامك ما يمشيش. لا يجوز الاتفاق على مخالفه القانون. دي قاعده منتهيه. حتى لو ليه اولاد اجانب برضه مش من حقهم يمتدلوا. حتى لو ليه اولاد، لو ليه اولاد مصريين يمتدلوا. اوكي. يعني لو ليه زوجه مصريه يمتدلها. لو ليه اولاد مصريين يمتدلوا. يا استاذ احمد ما هو ايجار قديم ده. أيوه. يعني راجل قاعد في مصر ومقيم فيها وخلاص حياته بقت موجوده في مصر، يعني هنا على ما اعتقد اي يعني اجنبي يا فندم ممكن يبقى معاه اي اجنبي جوه البلاد لازم يكون ليه اقامه. عظيم عظيم عظيم. لو ملوش اقامه او اقامته انقطعت تنتهي علاقته الايجاريه.